السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الله محمد سبيعي في سلسلة شرح المواد العلمية التابعة لبرنامج أرشدني، وبكون معكم إن شاء الله في شرح مادة الأحياء. واليوم بناخذ المحاضرة الأولى عن الماكرو موليكيولز. طيب الحين في كل محاضرة يبيلك تعرف الليرنينج أوبجكتيفز اللي هي أساسيات المحاضرة أو أهداف المحاضرة، يعني ليه درست المحاضرة هذه بالضبط. بالنسبة لمحاضرة اليوم عندك 3 أشياء يبيلك تركز عليها. أول وحدة اللي هي إنك تفرق اللي هي distinguish between monosaccharide, disaccharide and polysaccharide. اللي هي mono معناتها واحد, di معناتها 2, poly معناتها عديد اللي هي many. تمام؟ يبيك تفرق ما بين السكريات الأحادية والسكريات الثنائية والسكريات العديدة. بعدين هنا طلب منك قال لك distinguish between saturated and unsaturated fats. saturated اللي هي مشبعة، unsaturated اللي هي الغير مشبعة. طبعا نتكلم عن الدهون، الدهون المشبعة والغير مشبعة. بعدين وآخر شيء قال لك describe phospholipids and steroids اللي هي دهون الفوسفات واستيرويدات، طلب منك انك تقدر تصفها. بسم الله. اول شيء يقول لك the molecule of life biology is the study of life. تمام، اللي هي الاحياء هي دراسة الحياة. وقال لك هنا all living things are made up 4 classes، كل شيء حي مقسم الى 4 اقسام. أول قسم اللي هو الكربوهيدرات، ثاني قسم اللي هو الليبيدز، ثالث قسم اللي هو البروتينز، رابع قسم اللي هو النيوكليك أسيدز. الكربوهيدرات زي ما قلنا هي الكربوهيدرات اللي مكونة من السكر أو جزيئات السكر، الليبيدز اللي هي الدهون، البروتينز اللي هي البروتينات، النيوكليك أسيد اللي هي الأحماض الأمينية. طيب عندنا مصطلحين اللي هي ماكرو ومايكرو. ماكرو معناتها كبير، big أو large. مايكرو معناتها صغير يعني small. وعندنا مولكيول اللي هو جزيء. فإذا قال لك ماكرو مولكيول معناتها جزيء كبير، وفي تعريفها are large molecules أي يعني جزيئات كبيرة، polymers اللي هي البوليمرات، composed of thousands of monomers, of covalently connected monomers. الحين البوليمر عبارة عن مجموعة من المونومرات. فإذا أنا عندي المونومر اللي هو أصغر وحدة بنائية وأضفت عليه مونومر ثاني ومونومر ثالث ورابع، هنا أنا كونت لي بوليمر. هنا قال لك إن البوليمر is a long molecule consisting of many repeated monomers. يعني ما ينفع إني أسوي هذا المونومر، هذا المونومر الثاني، وهذا المونومر الثالث، وهذا المونومر الرابع، ما يناسب، لازم تكون متكررة، لازم يكون نفس المونومر. هنا قال there are 4 classes of life large organic molecules are polymers. معناتها ان الاربع اللي تكلمنا عنها عبارة عن بوليمرات. في الليبيد لكن هي ما تعتبر بوليمر. عندك الكربوهيدرات أو البوليساكرايد طبعا كلها مسمى واحد، والبروتينز والنيوكليك أسيد هذه كلها تعتبر بوليمرز، ما عدا الليبيد لا يعتبر بوليمر. طيب الحين هنا يقول the synthesis and breakdown. synthesis اللي هي الصناعة، breakdown اللي هي التحطيم. لوش بالضبط؟ للبوليمرز اللي هي البوليمرات. A condensation reaction or more specifically a dehydration reaction occurs when two monomers bond together through the loss of water molecule. وش يقصد هنا؟ يقول لك تفاعل التكثف او بشكل ادق تفاعل ازالة الماء dehydration. عندنا hydration اللي هي اضافة الماء او hydrolysis كلها معناتها اضافة الماء، وعندنا dehydration معناتها إزالة الماء. هي عبارة عن يكون عندي هذا المونومر الأول عند مرتبط ب H، هذا المونومر الثاني مرتبط ب OH. تفاعل التكثف يقول إنك تأخذ
ال H وال OH وتربط ال X مع ال X، فيكون عندي موية جزيء ماء. أنا أزلت الآن جزيء الماء وربطت رابطة تساهمية فيما بينهم، وعندي الهيدروليسيس إني أضيف موية عشان أكسر الرابطة هذه. بمعنى أنا الحين عندي ال X وال X اللي هم المونيمر، المونيمر الأول والمونيمر الثاني، فلو جيت أكسر الرابطة فيما بينهم راح أضيف موية. إذا أضفت موية راح يجي نفس الشكل هذا، راح يكون عندي XH و XOH موضحة في الصورة هذه. الحين عندي هنا الشورت بوليمر. الشورت بوليمر مكون من 3 مونيمرات، وعندي المونيمر الرابع ما هو مرتبط معهم. المونيمر الرابع عنده ال OH والشورت بوليمر عنده ال H، فسوينا الديهايدريشن فأزلنا الموية طلعنا ال H2O، فصار الآن longer polymer. هذا اسمه dehydration reaction synthesis of a polymer، معناته سحبنا الموية طولنا البوليمر فصنعنا لنا تقريبا بوليمر. هو مو صناعة من البداية لكن طولناه سوينا elongation فصار أطول. الهيدروليسيس إن نكسر رابطة. الحين هنا عندي رابطة ما بين المونيمر الثالث والمونيمر الرابع، أنا أبي أكسرها فراح أسوي هيدروليسيس رياكشن، راح أضيف ال H2O راح يجي بالطريقة هذه، فأنا كذا سويت البريك داون فأنا حطمته. هذا اسمه هيدروليسيس أوف أ بوليمر، صار أقصر يعني. طيب كربوهيدرات اللي هي الكربوهيدرات includes sugars and the polymers of sugar اللي هي السكر أو جزيئات السكر. The simplest carbohydrates are monosaccharides or single sugars. زي ما قلنا أن أبسط كربوهيدرات هي السكريات الأحادية. Carbohydrates macromolecules are polysaccharides polymers composed of many sugars sugar building blocks. هنا يقول جزيئات الكربوهيدرات الكبيرة هي عبارة عن بوليساكرايد. البوليساكرايد عبارة عن بوليمرز اللي زي ما قلنا بوليمرات مكونة من شجر بيلدينج بلوكس. يعني هنا عندي سكر، هنا عندي سكر، هنا عندي سكر، هنا عندي سكر، صار عندي بوليساكرايد اللي هي الكربوهيدرات، هي نفس المسمى. طيب الآن مع المونوساكرايد يقول لك have molecular formulas that are usually multiplies of اللي هي هذه الفورمولا أو هذه صيغة السكريات الأحادية، وتكون مضاعفات هذا الشيء. يعني أبسط شيء يكون هذا هو اللي هو CH2O. الجلوكوز اللي هو C6H12O6 is the most common monosaccharide اللي هو أكثر شيوعا. Monosaccharides are classified by، يعني يتم تصنيف السكريات الأحادية عن طريق شيئين. هذا أول واحد، هذا ثاني واحد. أول واحد يقولك the location of the carbonyl group، إما كان الدوز أو كيتوز. طيب ثاني شيء the number of carbons، يعني أنا راح يفرق عندي إذا كان عندي كربون ثلاثي أو كربون رباعي راح يختلف عندي السكر نفسه. monosaccharides serve as a major fuel for cells طبعا and as a raw material for building molecules. يعني إن السكريات الأحادية يفيدني بالتخزين بالنسبة للخلايا طبعا، أو في البناء في structure في الشكل في الهيئة. طيب الحين هذا الجدول يفرقنا ما بين الدوزز اللي هي الألدهيد أو الكيتوزز اللي هي الكيتون، وهنا عندنا ترايوز بنتوز هيكسوز. ترايوز تراي من 3، بنتوز اللي هي من 5 من بنتا، والهيكسوز من 6. 6 وشو أو 5 وشو أو 3 وشو اللي هي هذه الكربونات. الترايوز عندي 3 كربون اللي هي أحد تصنيفات المونوساكرايد، وهنا عندي 6 وهنا 6. طيب كيف أفرق ما بين إذا كان كيتون أو الدهيد؟ الألدهيد تكون C double bond O فوق، لكن الكيتون
يكون في النص. فلو تلاحظون كل الكيتوزز السي دبل بوند او في نص المركب، سواء كان دايهيدروكس اسيتون او غيبولوز او فركتوز كلها في النص، لكن الجليسرالدهايد والغيبوز والجلوكوز والجلاكتوز كلها طالعه فوق. ليه؟ لانها الدهيد. فعشان تسهل عليك العمليه تشوف كم كربون وتشوف هل هو الدهيد او كيتون. بالطريقه هذه تقدر تفرق فيما بينهم. طيب الداي ساكرايد زي ما قلنا داي يعني اثنين، is formed when dehydration اللي زي ما قلنا الكوندنسيشن انك تشيل المويه، اذا كان عندي XH و XOH اني ازيل المويه واخليها X و X، joins between two monosaccharides. الحين انا عندي هنا monosaccharide زايد monosaccharide، يعني monosaccharide مرتبط، هذا صار الحين disaccharide. الرابطة فيما بينهم، الرابطة هذه اسمها glycosidic bond او glycosidic linkage. الحين هنا في معلومة مهمة، اني اذا جبت جلوكوز وسويت له كوندنسيشن رياكشن، ربطت جلوكوز مع جلوكوز راح يعطيني مالتوز، واسمها الفا 1-4 اللي هي الفا 1-4 جلايكوسيديك لينكج. واذا خذيت الجلوكوز ربطته مع فركتوز راح يعطيني سكروز. سويت هنا عملية الديهايدريشن وطلع لي دايساكرايد. طبعا السكروز والمالتوز يعتبرون دايساكرايد. الفرق فيما بينهم هنا جلوكوز ارتبط مع جلوكوز، هنا جلوكوز ارتبط مع فركتوز، هذا الفرق الوحيد. طيب البوليساكرايد polymers of sugar have storage and structural roles. فمعناتها هذه وظائفهم انه يكون يا اما في التخزين او في البناء والشكل والهيئة. وزي ما قلنا اذا كان عندي مثلا هذول الدايساكرايد اذا اضفنا لهم ثالث بدا يعتبر بوليمر اللي هو البوليساكرايد، فهذا الحين يعتبر بوليساكرايد. The structure and function of polysaccharide are determined by its sugar monomer and the position of glycosidic linkage. عشان اعرف وظيفة وهيئة البوليساكرايد لازم اشوف وش المونومر مكون من وشو، ولازم اعرف يمكن يكون جلوكوز يمكن يكون فركتوز فتختلف، ولازم اعرف الجلايكوسيديك لينكج. زي هنا اذا كان عندي الفا 1-4 راح تختلف عن الفا 1-6 مثلا، واذا عندي بيتا راح تختلف. فلازم اعرف الرابطه وش هي، ولازم اعرف السكر او احادي السكر وش هو الشجر مونومر. طيب الحين عندي ستارتش، يقول لك ستارتش polysaccharide of plants consists entirely of glucose monomer. هو وحدة التخزين بالنسبة للنباتات ومكون من الجلوكوز بشكل كامل. الجلايكوجين is the storage of polysaccharides in animals اللي هو في الليفر اللي هو الكبد and muscle cells اللي هو العضلات. الفرق ما بين starch والجلايكوجين، starch عند في النباتات والجلايكوجين عند الحيوانات. Plant store surplus اللي هي الفائض أو الزائد as granules. Granules يعني ثغرات أو فتحات within the chloroplast اللي هي البلاستيدات الخضراء and other plastids. الحين إذا أنا عندي هذه الخلية، الفتحات اللي تشوفها في الخلية هذه اسمها granules. هنا إذا كان في النبات سكر زايد ما تستفيد منه حاليا، راح تخزنه في granules داخل granules عشان تستفيد منه بعدين، لكن داخل الكلوروبلاست. لكن عند الإنسان ما عنده الجرانيولز هذه، عنده وما عنده حتى ستارتش، عنده الجلايكوجين. الجلايكوجين يخزن يا إما في الكبد أو في العضلات. فهذا الفرق ما بين ستارتش والجلايكوجين، ستارتش في النبات، الجلايكوجين في الحيوانات والبشر. The polysaccharide cellulose a major component of the tough wall of plant cells. Cellulose مكون مهم لجدار الخلية الصلب. هذا جدار الخلية ما راح يكون صلب أو راح يصعب هضمه لأنه مكون من السيلولوز. والسبب ان اختلاف
ما بين الألفا والبيتا. The differences بين between the two ring forms for glucose alpha and beta. السليلوز مكون من بيتا ما هو ألفا. ألفا الجسم الإنسان يقدر يهضمه، لكن بيتا ما عندنا الإنزيمات إن نقدر نهضم جزيئات ألفا. زي ما قلت هنا إن الجلايكوسيدك لينكج يختلف. الحين كيف الفرق ما بين ألفا وبيتا؟ الفرق بكل بساطة إن ألفا لو تلاحظ إن الأو إتش كلها نازلة تحت، هذا ستارتش. لكن بالنسبة للسليلوز، لأن ألفا 1-4 هذا بالنسبة للستارتش، السليلوز ألف البيتا 1-4 بيتا 1-4 أو إتش نازل تحت أو إتش طالع فوق، أو إتش نازل تحت أو إتش طالع فوق. فهذا الفرق فيما بينهم. هنا ألفا جلوكوز ستارتش، الأو إتش كلها نازلة تحت، البيتا جلوكوز أو إتش نازلة تحت أو إتش طالعة فوق. Polymers with alpha glucose are helical، معناته أنها بالشكل هذا. و polymers with beta glucose are straight، معناته أنها سيدة سواء كذا أو كذا. In straight structures اللي هي يعني بيتا، each atoms on one strand can bond with an OH groups on the other strand. Parallel cellulose molecules held together this way and grouped of microfibrils which form strong building material. بمعنى الحين إذا عندي strand هذا، هنا يطلع H وهنا يطلع H وهنا يطلع H، وعندي strand هذا هنا بيطلع لي H وهنا يطلع لي H وهنا يطلع لي H. الجهة الثانية من strand راح يطلع لي OH، هنا OH وهنا H. فال OH وال H راح يكونوا مرتبطين فيما بينهم، ولهذا عشان كذا كل ما زاد strand وصارت parallel أكثر، هنا H وهنا OH، فراح يكون ارتباطهم وثيق، فمما يصعب أن يتم هضم البيتا، فراح تكون ثقيلة. هنا يقول enzymes that digest starch by hydrolyzing alpha linkage، alpha اللي زي ما قلنا ترجع للstarch اللي هي في plants اللي هي الفيول، cannot hydrolyze beta linkage اللي قلنا في السيلولوز اللي تسوي للسيل وول جدار الخلية. Cellulose in human food passes through the digestive tract as insoluble fiber. هنا شو يقول؟ يقول إن السيلولوز اللي يكون داخل الأكل اللي يأكله جسم الإنسان أو اللي يبلعه الإنسان، بعد ما يمر راح يمر بالجهاز الهضمي ولكن ما راح يتم هضمه، راح يكمل طريقه. ليه؟ لما عندنا الإنزيمات إن نهضم البيتا، فراح يكمل طريقه بدون ما تتم عملية هضمه. ولكن بعض الميكروبات تستخدم الإنزيمات عشان تهضم السليلوز، يعني تهضم البيتا. وبعض آكلات الأعشاب اللي هي الهيربيفورس مثل البقر والترمايت عندهم علاقة تكافلية مع هذه الميكروبات عشان يتم عملية الهضم. طيب الآن الليبيدز. Lipids are one of the class are the one class of large biological molecules that do not form polymers. إيش معنى؟ إحنا قلنا إن عندنا أربع مجموعات كبيرة اللي هي الكربوهيدرات والبروتينز والنيوكليك أسيد، هذه كلها تعطيني بوليمرات ما عدا الليبيدز. ليه؟ لأن الليبيد إحنا قلنا إن البوليمر عبارة عن مونومر متكرر، ولكن الليبيد ما يعطيني إياها متكرر فما يعتبر بوليمر. هو صح انه ماكرو موليكيول لكنه مو هو ماكرو موليكيول حقيقي. Lipids are hydrophobic، عندنا الحين مصطلحين اللي هي phobic اللي هي phobic وphilic. وش معنى كل واحد منهم؟ phobic معناتها من فوبيا، معناتها خايف او كاره. philic معناتها محب. فاذا قلت hydro من ماء، hydrophobic معناته كاره للماء، لكن لو قلت هيدروفيلك معناته محب للماء. Lipids are hydrophobic معناته تخاف من الماء أو كاره الماء، because they consist of hydrocarbon which form non-polar covalent bonds، علاقة تساهمية ولكن غير قطبية. The most biological important lipids are fats phospholipids
استيرويد، فوسفوليبيد اللي هي دهون الفوسفات، الفات اللي هي الدهون، الليبيد والفات، الفات جزء من الليبيد، وعندنا استيرويدات. طيب fats are constructed from two types of smaller molecules, glycerol and fatty acid. الحين عندي الفات مكونة من جزئين، glycerol وفاتي acid. هنا ايش قال؟ glycerol is a three carbon alcohol with a hydroxyl group attached to each carbon. والفاتي acid consists of a carboxyl group attached to a long carbon skeleton. هذا الفاتي acid وهذا long carbon skeleton وهذا carboxyl group. لكن الجليسرول هذا هو 3 carbon with alcohol on each carbon. إذا أنا عندي فاتي acid واحد اسمه palmitic acid، لكن يوم يكون عندي 3 فاتي acid صار فات موليكيول أو تريجليسرايد. طبعا تتم هذه العملية كلها عن طريق الديهايدريشن رياكشن أو الكوندنسيشن رياكشن، لأننا صنعنا فات. Three fatty acids are joined to glycerol by an ester linkage، بمعنى أن هذه العلاقة أو هذه الرابطة اسمها ايستر بوند، ايستر بوند أو ايستر لينكج، creating a triglyceride أو تريجليسرول. كلها مسماها صح، اللي هي هذا يكون عندي 3 fatty acids واحد glycerol، triglyceride أو triglycerol. Fatty acids vary in length، معناتها قد يكون عندي واحد طويل، قد يكون عندي واحد صغير، قد يكون عندي واحد متوسط، حسب number of carbons and the number and in the number and location of the double bonds. يعني كم راح يكون عندي double bond وهل ما راح يكون عندي double bond وكم عندي double bond. بمعنى الحين أنا عندي كربون وكربون وكربون وكربون، عندي هنا كربون مع double bond، كربون مع كربون مع كربون، كلها single bond. إذا ما كان عندي double bond راح أسميه saturated fatty acid، اللي هي have the maximum number of hydrogen atoms، no double bonds، صار دهون مشبعة. ولكن متى يصير دهون غير مشبعة؟ يوم يكون عنده على الأقل واحد من الدبل بوند، يوم يكون عندي واحد دبل بوند فصار دهون غير مشبعة. Fat made of saturated fatty acids are called saturated fats. أحماض الدهون المكونة من دهون مشبعة نسميها الدهون المشبعة، وتكون solid، صلبة في درجة حرارة الغرفة. Most animal fats are saturated. معظم دهون الحيوانات تكون مشبعة. Fats اللي هي الدهون المصنع من أحماض الدهون الغير مشبعة نسميها الدهون الغير مشبعة، اللي هي fats made from unsaturated fatty acids are called unsaturated fats. وهي تعتبر oil أو liquid اللي هي سائل في درجة حرارة الغرفة. Plants and fish are usually unsaturated. ولا تنسون ان الفات مكون من شيئين، يعني من الفاتي اسيد ومن الجليسرول. يكون عندي فاتي اسيد واحد يعتبر palmitic acid، يوم يكون عندي ثلاثة فاتي اسيد راح اعتبره جليسرول، تريجليسرايد او تريجليسرايد او تري اسيل جليسرول. هنا يمكن saturated fat، لو تلاحظون ان المركب هنا او العنصر المركب straight، يعني ما هو ما عنده bent بسبب single bond، ما عنده عفطة مايل. يوم يكون عنده عفطة يعتبر unsaturated fat بسبب الدبل bond، ولكن يوم يكون عنده single bond فراح يكون straight، ما راح تكون عنده اي عفطات او ميلان. بالنسبة للفوسفوليبيد، من الاسم ليبيد معناتها دهون، فوسفو معناتها جروب فوسفات. يوم أقول لكم إن الفات مكون من
جلسرول او تراي جلسرايد مكون من الجلسرول ومعه 3 فاتي اسيد. في الفوسفوليبيد وحده من الفاتي اسيدز راح تروح راح يجمعها فوسفات كروب، يعني راح يكون عندي 2 فاتي اسيد، 1 فوسفات و1 جلسرول، كل اللي استبدلناه الفاتي اسيد. بس بدل ما يكون عندي 3 فاتي اسيد صار عندي فاتي اسيد واحد. يقول لك the two fatty acid tails are hydrophobic، معناتها خائفة من الماء أو كارهة الماء، but the phosphate group اللي أضفناها هنا محبة للماء. And this attachment hydrophilic head. هنا راح يكون عندنا رأس، الرأس هذا محب للماء اللي هو الفوسفات اللي هو hydrophilic head. بالنسبة للhydrophobic tails الفاتي أسيد الاثنين المتبقية راح تكون hydrophobic. هنا يقول when phospholipids are added to water، عندما نضيف الفوسفوليبيد إلى الموية they self assemble into bilayer. باي زي ما قلنا ثنائي أو اثنين، with the hydrophobic tails pointing towards the interior. interior يعني إلى الداخل. فش راح تسوي الفوسفوليبيد؟ زي ما قلنا إن إذا أضفنا موية الهيد محب للماء فما عنده مشكلة يختلط مع الموية، لكن التيلز كارهة للماء فراح تبتعد قدر الإمكان عن الموية، فراح تحاول إنها تسوي البايلير. هذا البايلير من داخل راح تكون التيلز ومن برا راح تكون الهيدز. زي هنا من داخل هذه التيلز ومن برا اللي هي الفاتي أسيد ومن برا هي الهيد اللي هي الهيدروفيليك هيد اللي هي مجموعة الفوسفات. The structure of phospholipids result in a bilayer arrangement found in cell membranes. يعني الترتيب هذا هو الموجود على جدار الخلية. Phospholipids are the main component of cell membrane. أن المكون الأساسي لجدار الخلية هو الفوسفوليبيد اللي هي المكون هذا كامل. Steroids are lipids characterized by carbon skeleton consisting of 4 fused rings. الستيرويدات هي عبارة عن دهون يمكن تمييزها عن طريق 4 خواتم أو 4 4 rings زي الشكل هذا. هذه 4 rings. والكوليسترول an important ring an important steroid is a component of animal cell membrane. بمعنى أن الكوليسترول هو جزء من الستيرويد زي الشكل هذا. هذا هو شكل الكوليسترول. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسامحوني إذا لقيت أي خطأ، ونلقاكم إن شاء الله في المحاضرة القادمة.